السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو اللي فات كنت علمتك ازاي تحط باسورد لملف الباوربوينت وازاي تحمي ملف الباوربوينت من التعديل. طيب احنا بقى في اوقات بنحمل ملفات باوربوينت من على الانترنت وبنلاقي ان الملفات دي فيها اشياء جميلة جدا، لكن بنيجي ان احنا نستفيد بيها بنلاقي ان صاحبها حاميها من التبديل او التعديل. طب انا هوري لحضرتك دلوقتي في الفيديو ده ازاي تفك الحمايه عن ملف باوربوينت تقدر تستخدمه. لو انت حابب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي، تابع معايا الفيديو للنهايه. الخطوه الاولانيه، انا معايا ملف اهو باوربوينت، الملف ده محمي من التعديل. هضغط عليه وافتحه واشوف هيفتح معايا بالصوره ديت. بيقول لي الملف لو انت عايز تفتحه عشان تبدا تبدل او تغير دخل كلمه المرور، لكن لو انت عايز تفتحه بس لمجرد القرايه والكتابه اضغط على للقراءه والكتابه. فانا هفتحه هيفتح معايا بالصوره ديت. هلاقي حضرتك ان انا لا اقدر ابدل ولا اعدل ولا اخد اي حاجه ولا استفيد من الملف غير ان انا استعرضه بس. طيب لو انا حابب بقى ان انا افك الحمايه بتاعت الملف ده واخليه قابل للتبديل او التعديل واعمل اللي انا عايزه فيه، هنعمل ايه مع بعض؟ اول خطوه هتيجي تقف على الملف ده، تضغط على كليك يمين وتعمل حاجه اسمها فتح بي، تمام كده اهوت، وتختار تطبيق اخر، تمام كده اهوت. وبعد كده هننزل، طبعا انا هفتحه ببرنامج اللي هو الوين رار. طب لو البرنامج ده مش ظاهر عندك هتضغط على حاجه اسمها البحث عن تطبيق اخر على جهاز الكمبيوتر، وتنزل تفتح اللي هي البرامج اللي موجوده على جهاز الكمبيوتر وتختار اللي هو برنامج الوين رار، تضغط هتفتح الملف معاك بالصوره ديت. بعد ما فتحت الملف بالصوره ديت هضغط عند اللي هو بي بي تي، تمام كده اهوت، وانزل اضغط على الملف ده ضغطتين وهفتحه بالمفكره او اللي هي النوت باد، تمام كده. هضغط عليه ضغطتين هيفتح معايا بالصوره ديت. هضغط على حاجه اسمها تحرير وانزل عند حاجه اسمها بحث، تمام كده، واكتب في خانه البحث الكلمه دي اللي هي مودفاي، تمام. ان شاء الله اكتبها لك على الفيديو. واضغط على حاجه اسمها بحث، تمام كده، واقفل الخانه ديت. واجي اعمل ايه بقى؟ هبدا اظلل من اول علامه اكبر من، تمام. طب هكمل التظليل ازاي؟ عن طريق مفتاح الشيفت، تمام، اللي موجود في لوحه المفاتيح، والسهم الشمال، وابدا اظلل لحد ما اجيب علامه اصغر من. افضل ماشي، تمام، متستعجلش، اعمل الموضوع على بطء عشان توصل للي انت عايزه. تمام كده، كده انا جبتها. هرجع بس خطوه كده، انا وصلت اللي انا عايزه. هروح ضغط على باك سبيس امسح الجزء ده. بعد ما مسحته هضغط على اللي هي كلمه ملف واضغط على اللي هو حفظ، وبعد كده ملف مره ثانيه واضغط على انهاء. هو بيقول لي بقى انت عايز تستبدل الملف ده؟ هقول له اه نعم. هضغط على نعم، تمام كده انا استبدلت الملف. هقفل بقى الثاني اللي هو الوين رار، هبدا افتح الملف بتاعي ونشوف مع بعض ايه اللي هيحصل. هقول له اصلاح، هقول له موافق، تمام. هيفتح معايا الملف بتاع الباوربوينت. هلاقي بقى ان تم ان انا اقدر امسح او ابدل زي ما حضرتك شايف كده. خلاص كل الخانات اتفعلت عندي من فوق، ولو انا حبيت امسح المسح اصبح مفتوح. لو حبيت ان انا اضيف مفيش مشكله، لو عايز ارجع اللي انا مسحته هرجعه، تمام. لو حبيت ان انا اعمل ادراج او اي شيء، كل الخانات عندي اصبحت مفتوحه قابله للتبديل والتعديل بعد ما كانت مقفوله. طبعا بكده الفيديو ده انا علمتك فيه ازاي تكسر حمايه ملف باوربوينت محمي من التعديل. طبعا ما تنسناش طبعا من اللايك والشير والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.